كان محمد بن محمد بن علي بن العلقمي البغدادي خدم في أيام المستنصر العباسي أستاذ دار الخلافة مدة طويلة، ثم ترقى إلى أن ولي الوزارة زمن الخليفة المستعصم، وبقي فيها مدة 14 سنة، وكان شيعيا خبيرا بتدبير الحكم. أثار الفتنة بين السنة والرافضة حتى اقتتلوا، فاشتكى أهل باب البصرة إلى الأمير مجاهد الدين الدوادار وللأمير أبي بكر بن الخليفة، فهجموا على الرافضة في الكرخ وقتلوا منهم جماعة، فغضب لذلك الوزير بن العلقمي واعتزم أن يقضي على خلافة بني العباس وينقل الحكم إلى الشيعة العلويين، ففكر في أن قدوم المغول لغزو بغداد وقتل المستعصم وأتباعه سيزيل حكم بني العباس، ويتهيأ له الأمر عند ذلك لدعوة العلويين الرافضة. لكن بني العباس وعساكرهم كانوا أولو قوة وأولو بأس شديد، فقد كان عدد الجند في الخلافة قد قرب 100,000. لذلك بدأ العلقمي بتدبير مكيدته الكبيرة بأن سعى في إضعاف الجيش العباسي، إذ أشار على الخليفة بتقليل عدد الجند لكثرة التكاليف. وكان المستعصم لما ولي الخلافة قليل الهمة والمعرفة بتدبير الملك، محبا لجمع الأموال، فانقاد إلى وزيره ابن العلقمي الذي اجتهد في تقليل عدد الجند، إلى أن لم يبق منهم سوى 10,000 أواخر أيام المستعصم، وبلغت حالتهم مبلغا من الذل والهوان، حتى استعطى كثير من الجند في الأسواق وأبواب المساجد. ثم رسل الوزير التتار وأطمعهم في غزو البلاد سرا، على أن يجعلوه نائبهم في البلاد، فوعدوه بذلك وتأهبوا لقصد بغداد، وكاتبوا بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل الذي كان قد دخل في طاعة هولاكو قائد المغول، وأمروه بتهيئة الإقامات والسلاح. فكاتب لؤلؤ الخليفة العباسي سرا وحذره، لكن الوزير ابن العلقمي منع وصول مكاتبات لؤلؤ وغيره للخليفة، فكان يتولى بنفسه قراءة المراسلات ويجيب عنها بما يختار. وقدم جيش هولاكو وكان فيه خلق من أهل الكرخ الرافضة ومدد من صاحب الموصل، حتى وصلوا قرب بغداد، وخرج عسكر بغداد وعليهم ركن الدين الدوادار، فانهزم البغداديون وأخذتهم سيوف المغول، وغرق بعضهم في الماء وهرب الباقون. ثم نزل المغول القرية مقابل دار الخلافة وأحاطوا ببغداد، فخرج الوزير بن العلقمي إليهم واجتمع بهولاكو واستأمل لنفسه، ثم رجع إلى الخليفة وقال له: إن الملك يبقيك على منصب الخلافة وينصرف بجيوشه، على أن تكون الطاعة له كما فعل مع صاحب الروم في سلطنته. وأشار عليه الوزير بأن يخرج إليه ويصالحه حقنا لدماء المسلمين، فانقاد له الخليفة وخرج في جمع من الأعيان من أقاربه وحواشيه، فقبضوا عليه وقتل جميع من كان معه، ثم قتل هو وابنه. ودخل المغول بغداد وأحملوا فيها السيف، واستمر القتل والنهب والسبي فيها 34 يوما، حتى جرت سيول الدماء في أزقة المدينة، ولم يدعوا فيها كبيرا ولا صغيرا ولا امرأة، فخربت بغداد الخراب العظيم، وألقيت في شط دجلة كتب العلم الثمينة التي لم يوجد لها نظير. لكن الوزير ابن العلقمي لم يتم له ما أراد، فالرافضة الذين قد فعل فعله لحمايتهم قد قتل منهم ما لا يحصى كثرة، وذاق الهوان والذل من التتار ولم تطل أيامه، فمات بعد الوقعة ب3 أشهر. قيل إنه قد انقطع في داره إلى أن مات غيظا وحسرة، وقيل إنه لاقوه هو من أمر بقتله في مستهل سنة 57 و600.